شفنا في بلغاريا الحسن. لم يكن الأمر بالسير نحو الصحراء في مثل هذا اليوم من عام 75-900 و1000 سوى حلقة في مسلسل استكمال تحرير التراب المغربي من الاحتلال، وخاصة الاحتلال الإسباني الذي تم تصفيته عبر مراحل في الجنوب، حيث كانت انطلاقة جيش التحرير عام 56-900 و1000 على عهد المغفور له الملك محمد الخامس، وكللت باسترجاع إقليم طرفايا عام 58-900 و1000 قبل أن تتواصل معركة الاستقلال بتحرير إقليم سيدي إفني سنة 69-900 و1000. في هذا التاريخ وإلى عام 75-900 و1000 لم يكن السلام كلمة متداولة في قواميس العلاقات الدولية، فالحرب الباردة كانت في أوجها، والصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي كان موجها ومؤطرا لكل الأزمات والرجات العالمية. وحده المغرب اختار حينها لغة السلام في توظيفاتها الرسمية والشعبية، وأعلن عن مسيرة وشحها بلون أخضر، لون الأرض والسلام. أنظار العالم في هذا اليوم قبل 30 سنة انشدت إلى حدث المسيرة، حدث صناع السلام الذين هم 350,000 مغربي ومغربية مساندين بعشرات الوفود الشعبية الأجنبية ومدعومين بشرعية تاريخية وبقوة قانونية ومؤازرين بإرادة سياسية، تحركوا عزلا إلا من كتاب الله والعلم الوطني لإعادة مد جسور الارتباط التاريخي والجغرافي بين شمال المغرب وجنوبه. فكان لهم ما أرادوا، وما أراده لهم المغفور له الملك الحسن الثاني الذي نقل المسيرة من مفهومها المعجمي إلى مفهومها الاصطلاحي، معلنا بعد اتفاقية مدريد عن بداية مسيرة التنمية الشاملة.